اللوحة هي أحد أبنائي أنا أعتبرها، لأن أنا أبتدي أبنيها من البداية، من فكرة إلى يعني تدريب إلى وضع أفكار فيها وتجارب فيها، لأن تنجح وتطلع. لما تطلع فأحس بنجاح في أني كونت هذا العمل، أعتبر نفسي يعني خلاص هذا ابني كامل قدامي. كل فنان ومبدع لازم يكون عنده مخزون ثقافي ومؤثرات مختلفة من البيئة، من المجتمع، من القيم، من الأفكار. هذه كلها تكون العنصر الأساسي في بناء العمل الفني. طفولتي كنت أعيش في الشارجة، في منطقة قريبة للبحر، كانت الشارقة مبسطة جداً والبيوت كلها قريبة من البحر، فكنا نطلع على البحر نلعب أنا والبنات والأولاد اللي في المنطقة، ندخل البحر نجمع الأصداف والمحار ونلعب فيهم. أنا كنت دائماً أشيل مجموعة وأختار الأشياء الجميلة وأقوم بالبيت وألصقهم وأسوي منهم أشكال. هاي بداياتي الفنية. جدي نجار، عشت فترة بعد في بيت جدي الله يرحمه، نجار بس فنان. أنا كنت أنظر له أنه شيء مبدع، الإنتاج اللي ينتجه والريال كبير بيته عنده منجرة يشتغل في بعض الأشياء الخشبية، لكن يضيف لها لمسات فنية ما كنت أشوفها في الأشياء اللي كانت موجودة برا عند الناس. كان يحط لها زخارف، يبتدي يشكلها بأشكال غريبة. كنت أحب أساعده، أشتغل معه وأستمتع بالعمل، أرسم، أسوي أشغال فنية بسيطة شيء. حصلت دعم من الوالد الله يرحمه جدي، من معلمتي أستاذة سلوان محمود، كانت تعطيني الحرية في أني أنا مارس الفن في الغرفة، ووفرت لي الأدوات والمكان أني أنا أشتغل، وهذا كان محفز جدا لي يعني أني أمارس الفن. عشان شيء يعني في رأيي أن لما أي أسرة يكون عندها طفل عنده بوادر فنية ما توقفه، وقوف الأسرة مع الطفل هذا وتشجيعه يخلق له فنان أو يعطيه فرصة للإبداع، لأن كل طفل وعنده أصلا مفطور على الإبداع. في عام 1976 حصلت فرصة للدراسة في مصر، أنا ومجموعة من الطالبات. بيئة الإمارات كانت بعدها يعني بداياتها، هناك مدينة صاخبة، بيوت عالية، الناس زحمة، كل بقعة فيها فن، كل بقعة يعني غير عن أن الفن، غير عن الأهرامات، غير عن المتاحف، رسومات اللي كانت موجودة مثل الفراعنة جميلة جدا. يعني هذا الجو وهالحركة وهالصخب اللي موجود في مصر بدون ما أحس انعكس في أعمالي. يعني درست في كلية الفنون الجميلة في الزمالك اللي هي تابعة لجامعة حلوان، تعرفت على كثير من الفنانين، كنا نرسم داخل الاستوديو، أحياناً نطلع خارج الاستوديو، هذا خروجنا خارج الاستوديو، ندرس في الأحياء، الحقول اللي نمر عليهم أحياناً، جمال الماء، جمال الأشجار، جمال النساء وهم ماشيين بلبسهم، جمال الرجال، جمال العربات اللي هي تجر، يعني نكتشف في كل شيء في مصر في جماليات. ممتع أنك تشتغل بين المجتمع نفسه وتكتشف طيبة الناس خارج المجتمع المدينة، وكان هذه من أجمل، أنا أعتبرها من أجمل الأيام اللي اشتغلنا فيها. يعني الجمعية النسائية كانت علاقتي فيها وأنا صغيرة، يعني كنت قدمت شكل معرض فيها، لكن بعد ما رجعت من بعد فترة الدراسة صرت أقدم فيها بعض الورش وبعض الدورات للطالبات، لبعض يعني كانوا يطلبوا مني أني أقدم بعض التجارب الفنية وكملت معهم. بعد فترة الدراسة انتقلت مع زوجي إلى أمريكا، لكن أخبرت بأنهم في صدد يعني
إقامة جمعية، فقلت لهم أنا معاكم. كانت الدكتورة نجاة عبد الرحيم وحمد يوسف هذه المجموعة الفنانين يشتغلون على إقامة جمعية الفنون التشكيلية، فقلت لهم أنا معاكم حتى من بعد عن بعد. فبداياتنا كانت في الثمانين، كنت أحاول أن أي معرض أي فعالية تكون في الجمعية أحاول أني أكون معاهم. كنت أعتبر أن الجمعية شيء أساسي للفنان التشكيلي، خاصة أننا ما كان عندنا أي مؤسسة خاصة بالفنانين التشكيليين، فكانت هي أول مؤسسة ونجاحها ونجاح الفنانين. التراث هو القيمة الأساسية لكل مجتمع المفروض نحافظ عليه حتى نحافظ على هويتنا. أجدادنا عانوا يعني وبنوا هذا المجتمع بتعب وبجهد كبير. البيئة الموجودة اللي عشت فيها هذه، المباني الموجودة، الحياة، البحر، الصحراء، التلال الرملية، حتى النخيل والهجر، هذه كانت مصدر إلهام كبير لي ولغيري من الفنانين التشكيليين المحليين. تراثنا غني جدا، وإحنا يعني أعتقد أن المفروض علينا إحنا نحافظ على هذا التراث وندخله في أعمالنا، ما ناخذ ما هو جديد ونضيفه للأعمال، لكن بدون ما نفقد هويتنا. كل مجتمع ما يحافظ على تراثه وعلى قيمه يفقد هويته، فيصبح نسخة من مجتمع آخر. بدايتي كانت دراسة الأكاديمية، درست طبعاً الأسلوب الكلاسيكي كأساس لبناء أي فنان إنه يدرس يأخذ أسس، هذه الأسس هي تخليه عارف كيف يبتدي إبداعاته. طبعاً الحين ما في شيء اسمه إنك أنت تتبع مدرسة معينة، الفنان وما هو يحس فيه وكيف يقدر يعبر عن أفكاره ونفسه بأي أسلوب، بعد ما في قيود للفن. الحين حاليا انا ارسم، احيانا اجمع بين عده اساليب في عمل واحد، يعني ممكن ارسم جزء من العمل واقعي ادخل فيه بعض الرموز، اجرد بعض الاجزاء من اللوحه، فاكون المهم التكوين الكامل اللي يوصل فكرتي للاخرين، وهذا هو اسلوبي. يعني انا غير مقيده باسلوب معين، وأنا أمشي لما أشوف الإضاءات على المباني، على الأرض، انعكاسات اللون، انعكاس الضوء على هذه كلها تعطيني ثراء، يعني تعطيني مخزون، بعدين وأنا أعبر وأرسم أستخدم هذا اللون. الأحياء التراثية اللي موجودة عندنا في دبي وحتى في الشارقة وفي أماكن جميلة عندنا، هذه استخدمتها وحطيتها كعناصر في لوحاتي أنا. وأنا أعمالي الفنية أحاول أستخدم فيها الرموز التراثية المحلية الموجودة اللي هو في المباني وفي الملابس وفي زخارف الحلي، أستخدمها كرموز في أعمالي. يعني لما أرسم أي عمل أحط هذه الرموز. وايد من اهتماماتي أن المحافظة على الهوية، نأخذ كل ما هو جديد اللي طورنا مع المحافظة على تراثنا الأصلي حتى نكون إحنا مجتمع إماراتي. عندي لوحة هني خلفي، هي هذه اللي هو عن الأسرة وعن المجتمع، ترابط المجتمع الأسرة، بعد ربطها بالزخارف طبعاً رمز الزخرفة، وعندي بعض اللوحات اللي هي عن اللؤلؤ. هذه أنا استخدم الزخارف واللآلئ كرموز للنفس الإنسانية أو للقيم الإنسانية. أعتبر أن النفس مثل اللؤلؤة، النفس وتجعلها مثل اللؤلؤة البراقة الجميلة اللي صافية ربي خالق لها جميلة. الفن سجل لحياة الشعوب، ولولا هذا كان ما وصل لنا احنا الفن لهالمرحلة. يعني بدليل انه يعني فن الكهوف كيف وصل لنا؟
كيف عرفنا عن حياة الناس قبل التاريخ، قبل بداياتهم، كيف عاشوا في الكهوف، كيف عاشوا في الأيام القديمة، التراث القديم اللي هو مصر وغيرها. يعني الفن بدأ كرسم، الإنسان لما كان يعبر، يحاول يعبر عن اللي يبغى يقوله كان يرسم. التاريخ مبني على الفن. عندنا في الإمارات هني الفن مفطور في الإنسان. النساء يعني لما يخيطوا ملابسهم ويزينونه هذا يعتبر بعد فن. كانوا أهالينا مثلا يسوون الطبخة ويزينونها ويرسمون رسم، كانوا يرسمون مثلثات وأشكال. الحنة كانت النساء ترسم الحنة رسم في اليد، فهذا كله فن. صح فن فطري بسيط لكن هذا فن. يعني معناته أن في كل إنسان في داخله فنان ولو بسيط. قبل الاتحاد، قبل ما كان عندنا يعني مؤسسات فنية، ما كان، لكن من الناحية الفنية بدت مع وجود الدولة، قيام الدولة بدأوا يهتمون بالناحية الثقافية كثير. بدت مؤسسات تتبنى الشعراء والكتاب والفنانين التشكيليين. طبعاً كنت أنا عضوة في جمعية الفنون، بديت أشارك وياهم في معارضنا الداخلية والخليجية والخارجية، وبدت يتطور الفن، وبدينا نتعلم من الخارج ويتعلمون منه، وإلى ما وصل إليه الفن الحين في الإمارات ما شاء الله يعني تعتبر رائدة. نعتبر يعني تحتوي نشاطات ومعارض عالمية. من المؤسسات الرائدة التي احتوت الفن التشكيلي في الإمارات بجانب جمعية الفنون التشكيلية المجمع الثقافي في أبوظبي، كانت منارة وملتقى للفن والثقافة. حلو في المجمع الثقافي إنها شاملة للشعراء، للفنانين، للمسرحيين، للموسيقيين، كانت وتحتوي الكبار والصغار. يعني كان هذا مجتمع ثاني وبيئة ثرية جداً. شاركت في المجمع الثقافي بكثير من المعارض، شاركت في عن طريق جمعية الفنون التشكيلية، قاموا لنا معرض هناك مشترك لمجموعة من فنانين التابعين لجمعية الفنون. شاركت في معرض مع مجموعة من النساء هناك أيضا. شاركت في معرض اللي هو 5×5 مع خمسة من المغرب، نفس المعرض أقامه في المغرب، فيعني كان تبادل ثقافي بيننا وبينهم. الجيل الجديد عندهم فرص كثيرة ما حصلت لنا احنا. عندهم الميديا، عندهم عن طريق النت هم يقدرون يوصلون لأي فنان ويشوفون أسلوبه، يوصلون لأي تقنية يتعلمونها، وحتى خطوات التعليم موجودة. يعني سهلة جدا جدا. يعني بالعكس الحين أعتقد أن كل إنسان يقدر يستوي فنان ويتقن الفن إذا عنده فكر. مهم جدا أن يتعلمون أسس ويقوون إيدهم في اللون، في الخط، في الشكل. نتعلم أسس وبعدين نبني نفسنا ونكون نفسنا الشخصية. الجرأة مهمة جدا، لا يعني ما في مجال للتخوف. الفن ما يبغى يخوف. أنت تبغي تكون فنان لازم تكون جريء. أنا رسالتي أحاول يعني في أعمالي أقدم أو أطرح الأفكار اللي تنادي بالمحافظة على القيم المجتمعية، القيم التراثية، الأخلاقيات اللي هي أعتبرها ضرورية جدا لكل مجتمع حتى يرتقي ويرتفع. مجتمع بلا قيم، بلا تراث محافظ مكمل للسابق ما يعتبر مجتمع، يعني يفقد هويته. الفن رسالة، تعبير. فن له دور كثير في بناء المجتمعات. حتى تاريخ المجتمعات القديمة وصلت لنا عن طريق الفن. يعني أنا أشوفه أساسي في كل مجتمع وتاريخ للمجتمعات.